السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تحيا مصر والمستعرض فيه اهم الشخصيات في مجال الفن والسياسه والاقتصاد والادب النهارده معانا حلقه متميزه مع المهندس عيد عبد الهادي رئيس مجلس اداره شركه ادكو العقارات والخبير العقاري المتميز الحقيقه المهندس عيد احنا كنا بدانا سلسله حوارات معاه بالحلقات السابقه وهنستكملها النهارده مساء الخير يا باشمهندس مساء النور اهلا بيك يا استاذ اسامه باشمهندس عيد احنا كنا الحلقه اللي فاتت كنا وقفنا عند الشكوى اللي عامر بخصوص ارض المحصوره قال ان ارض المحصوره فيها مشكله في الكهرباء فانا انما العلم ان حضرتك نزلت وصورت المنطقه وكلمت المسؤولين وقالوا إن اللي هيقدم على عداد هيتم التواصل لعداد الكهرباء دي خلال شهرين كنا عايزين نعرف ايه حقيقه الامور توصلتوا لايه هو طبعا احنا رحنا الفريق بتاعنا نزل المنطقه ونزلت معاهم صورنا المنطقه الداخليه تمام محاولات الكهرباء موجوده وفي ناس اساسا عندها كهرباء وساكنه دي لها سنه واثنين المنطقه الداخليه في يعني احنا شفنا اكتر من من منطقه داخلي، المهم في تلاقي مثلا في حوالي في الشارع اتنين تلاتة مشطبين، والباقي لسه اللي عامل بدروم واللي عامل أرضي واللي لسه بيشطب، حتى كان معانا ناس موجودة رايحة تشوف حاجات هناك لدرجة مش عارفين نمشي برجلينا من كتر التراب الرملة والزلط والأسمنت اللي الناس حطب تبني، ومحاول الكهرباء موجود وأنا صورت فيديو وتواصلنا مع مسؤولين من الجهاز قالوا احنا ما عندناش مشكلة هو اللي يشطب الوجاية يدخل كهرباء خلال شهرين ندخله له الكهرباء تمام بس برضه المفروض الـ 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 الأرض كلها اسمنت وزلط ورمل يعني المسؤولين وعدوا بحل المشكلة في أقرب وقت يعني إن شاء الله مثلا خلال شهر أو شهرين هو اللي هيقدم هيتم حل المشكلة هي خلاص هو اللي يقدم شهرين بالظبط هتخش له الكهرباء تمام هو حضرتك صورت فيديو نزلت حضرتك صورت فيديو اه في فيديو اه هنعرضه دلوقتي مع السادة بس بيجهزوه تمام هن... اه هنعرض دلوقتي عايزين نعرف حضرتك يعني نزلت شفت ايه على ارض الواقع يعني على ارض الواقع في ناس ساكنه وفي عماير مشطبه مش تمام آه، وفي محاولات الكهرباء كلها موجوده تمام هو موضوع بس هو ايه المشكله او المهندس عامل يتكلم عن مشكله ايه ما دام المشكله مثلا الناس جاهزه والحاجه هناك جاهزه والمحولات جاهزه ايه المشكله هناك هو بس لما آه، في مباني كتيره هناك م. فتلاقي الشوارع كلها فيها زلط ورمل واسمنت وحديد فالمفروض الجهاز ما بيدخلش كهرباء غير لما يعني مثلا شارع حوالي أربعة خمسه يشطبوا وجايه. على اساس هي بيبدا يمد الكهرباء علشان خاطر بيبقى في كابلات بعد اوقات لو حد بيحفر. فالمنطقه هناك بالفعل يعني كل الناس بتبني بتبني التوقيت ده كله بيبني، في حوالي مثلا في الشارع اثنين ثلاثه شطبوا. ومستعجلين بقى عايزين يوصلوا كهرباء. اه عاوزين وهي لازم المنطقه كلها تكمل عشان تقدر توصل كهرباء. بس انت حضرتك قلت لي محاولات الكهرباء موجوده واللي هيقدم خلال شهرين على عداد الكهرباء هيجي له هيجي له خلاص هو البنيه الاساسيه كلها موجوده هو بس موضوع وقت مم. هو يقدم على الك... على مايس يشطب ويقدم على مايسة الكهرباء خلال شهرين بالكتير خلاص هتخش طب هل هيقدم في شركه الكهرباء ولا هيقدم في الجهاز نفسه؟ لا هو بص بي... بيود ورقه كله تمام. الجهاز ومن الجهاز بيدي له اوراق وبيروح يقدم في شركه الكهرباء بعد ما الجهاز يعمل مطابقه على المبنى مخالف او لا تمام يعني, يعني الجهاز بينزل يعين ال آه على اساس الرسومات الهندسيه اللي مسموح آه المباني بيها اه, آه. آه. طب ارض المحصوره دي يا فندم يعني ليه دايما يعني ليه المنطقه دي فيها المشكله يعني مثلا هل مثلا نتيجه ان البنى فيها متاخر ولا ايه الوضع بتاعها بالظبط؟ بص هو اي منطقه جديده بيبقى مم. فيها مهله تمام. بدل فيها مهله شيء طبيعي هتلاقي اللي الناس كلها مستنيه اللي يعني ايه ده يبني وده يبني وكله يشطب علشان الكهرباء تخش وكده كده فيها مهله فا بتبدا تنتهي وتخلص بيبدا مثلا في ناس تفضل مستنيه لغايه اخر مثلا خمس ست شهور تمام. وفعلا الايام اللي احنا فيها دي المهله بتاعت المحصوره على يعني بت... هتنتهي فتلاقي كل يعني حتى الفيديو اللي انا عارضه هتلاقي بس يا جماعه في كنترول بيجهزوه آه. اه هتلاقي كل ال... الناس بانيه ما فيش اراضي فاضيه كل المنطقه بنت اللي بنى بادرون بنى بدرون وارض المهم ايه كله خد جديه فالجهاز ما عندوش اي مشكله خالص خلاص هم يقدموا على الكهرباء خلال شهرين هتوصل له طيب المنطقه دي مسموح فيها بالبناء على مده قد ايه مثلا الادوار المسموح بها البناء في المحصوره كم دور مثلا والمساحه هو المساحات بتبدا من 400 متر تمام لغايه 800 متر تمام. والمباني هنقول متوسط 45 في تمام البدروم والارض وبيجي فوق بيبقى 50 في بدروم وارضي وثلاثة وروف طب والفواصل بين الشوارع بقى بتبقى قد ايه لا ده هو انت بينك ردود فيه ردود بين العماره والعماره 3 متر و3 متر تمام 6 متر غير الشوارع بتبدا مثلا من 20 متر طب 18 حضرتك متر. عندك فريق عمل احنا اسمينا عند حضرتك فريق عمل متميز داخل الشركه كنا عايزين نعرض الفريق, الفريق اللي بيعمل ايه الفريق العمل ده وكده هو حضرتك طبعا احنا حاليا دلوقتي موجودين عند بنك الاسكان والتعمير اه تقريبا الفيديو جاهز للعرض موجودين بيسلموا الاراضي وهم موجودين مع العملاء بيدوا ال... آه. وبيروحوا معينات بيروحوا معينات معاه اه تمام 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 اهو اللي... اه ده الفيديو الاول ده الفيديو آه. اه اتفضل حضرتك بص حضرتك طبعا ده بتاع عبد المحصوره دي طبعاً. المشكله اللي هي اللي المهندس عامر اتكلم عليها اتكلم عليها اه على اساس انا عايز اعرف بقى يا باشمهندس قول لي ايه المشكله هنا يعني مثلا ليه ليه ايه المشكله هنا في الكهرباء وليه ما وصلوش الكهرباء هو طبعا انت زي ما انت شايف ادي عمارة مش, تمام. عماره مش شطبه تمام وادي عماره مش شطبه وادي عماره لسه ما شطبتش وادي عماد لسه ما اتشطبتش وادي محول كهربا موجود اهو محول كهربا موجود في المنطقه وشغال تمام. وفي ناس موصله ال... الشارع الرئيسي الخارجي ده اللي باين كله مش شطب ده داخله كهربا وناس ساكنه ادي لها ادي لها سنتين في المنطقه فهو بقى زي ما انت شايف كده الشوارع كلها زلط ورمل واسمنت اه تمام ده العميل اللي كان رايح معانا وقع إيه يعني انت قلت لحضرتك في مح... في تقريبا محاولات كهرباء موجوده في الفيلم محاولات موجوده بالفعل اه محاولات موجوده اهي ايوه ايوه اهي موجوده قدام العماره اهي أيوه. اه والعميل بس لس... كان بيشتكي بيقول لك مفيش كهرباء ومفيش ميه يعني احنا برضه يعني, م... يعني يا فندم هو هو ده اخش له كهرباء ازاي لازم يشطب الوجاية ويقدم ميه انا شايف ان في جزء متشطب وجزء مش متشطب يعني هيستنوا بعد كده اما كل ده يتشطب وبعد كده يوصلوا الكهرباء لا 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 حضرتك هو بس اتنين تلاتة يشطبوا الجهاز بيدخل بيشغل لهم المحول بالفعل المحول شغال بس ما ينفعش يشتغل مم. الا انا شايف برضه بص حضرتك اه في متشطب وفي مش متشطب اسمنت وزلط والرمل ليه؟ لان ممكن واحد يكون لسه بيحفر يقطع كابل بس مم. هو خلاص المنطقه اكتملت بالفعل والكهرباء موجوده فيها وخلال ان شاء الله الشهرين اي حد اهو المتشطب ده لو قدم شهرين بالظبط هيخش له آه آه الكهرباء تمام يا شيخ اتفضل يا باشمهندس كنا كنا عايزين نعرف من حضرتك الفريق العمل اللي مع حضرتك يعني ايه دوره انت حضرتك احنا بنسمع ان في شركه فريق عمل متميز جدا بيقوم بادوار مهوله داخل القطاع العقاري يعني كنا عايزين نعرف ايه دور فريق العمل حضرتك معاك؟ بيتكون من قد ايه ايه مهمته بيتحرك ازاي هو طبعا انا لسه بقول لحضرتك دلوقتي احنا حاليا في استلام مسلسل 3 قرعه 2016 تمام. اللي هي الاراضي المميزه تمام بتسلم في بنك الاسكان والتعمير والاسكان اللي في الحي المتميز تمام اللي هو في شارع جامعه مصر تمام موجود حاليا دلوقتي بيقابل العميل وبيديله له الخرايط اخذ دلوقتي طب حضرتك ال... احنا في فيديو معانا انت حضرتك جبته برضو عن في عماره معروضه في ستة اكتوبر للبيع تمام عايزنا تفاصيل العماره مثلا مساحتها البتاع الجامعة بيجهزوه دلوقتي اتفضل حضرتك اه تمام هو احنا حضرتك اشرحه طبعا احنا هن... كل حلقه ان شاء الله هنحاول نخلي الحلقه مفيده وهنجيب تمام. يعني نعم... قول لي بقى العماره دي يعني العماره دي كم متر كم متر مساحتها قد ايه؟ و... ومثلا عدد الشقق اللي فيها والسعر كام؟ تمام هو طبعا ال... ال... العماره دي سكن تجاري تمام آه على محور الكفراوي جنب مسجد الخلفاء الراشدين الاماكن دي القديمه كلها آه. يا جماعه إيه؟ ارجع كده شويه ثاني أوه. المسجد اللي أوه. هو على الكفراوي نفسه اه تمام تمام هي دي العماره اقفل عليها بعد اذنك في كنترول اقفل عليها ايوه دي قدام العماره عم. دي بتتكون دي. اقف هنا بعد اذنك اقف ايوه تمام دي محلات اهي ثبتها بعد اذنك اه المحلات والارضي اول وثاني وثالث ورابع وخامس يعني بدروم وارضي وخامس طب قول لي بقى يا باشمهندس العماره دي مساحتها قد ايه؟ المساحه 324 والمباني 70% علشان دي سكن تجاري القديم تمام عندي محلين تحت المحل تحت حوالي 100 متر ده 100 آه. متر وده 100 متر وشغالين ومشطبين طب ك ك هي تقريبا اربع ادوار تقريبا كده آه بدروم وارض وخمسه خمس ادوار فيها 10 شقق فيها 10 شقق متوسط الشقه آه. مليون مليون يعني العماره اصلا معروضه للبيع بكام العماره كلها معروضه ب 15 مليون فيها محلين تحت ب 10 آه. مليون محلين يعني اللي اه 200 متر 200 متر اه وعندك 10 شقق في في مليون ب 10 مليون ب 10 مليون و10 مليون, مليون تحت 20 مليون 20 مليون يعني مثلا انا مثلا اللي هشتريها ب 15 مليون هيبيعها ب 20 هيبيعها يعني هيكسب فيها 5 هيبيعها ب 20 كاش, كاش. هيكسب آه. فيها 5 مليون لو هو هي... هي... هيبيع قسط هيزود عن كده هيزود عن كده آه. واي حاجه تتواصل مع حضرتك مع الشركه بتاعت حضرتك اه طبعا تمام اه تمام آه ماشي اتفضل يا باشمهندس آه الفصل جاهز اه 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 طيب كنا عايزين نعرف ايه دور فريق العمل بتاع الشركه بتاع حضرتك طبعا احنا لما بيبقى في عندنا استلام اراضي بنصور الارض على ارض الواقع بنروح بنوصل بنوصل للعميل الارض موجوده ازاي فيها مرافق وفيها ميه وفيها كهرباء الطرق اتعملت كده وفي ناحيه تانية اي حد عاوز يروح معاينة، حد من الفريق اللي معانا بيروح يودي له يودي على ارض الواقع تمام والخرايط ولا واي استشاره بالنسبة بتتابعنا اه بعد اذنك يا باشمهندس هنخرج فاصل ونرجع بعد كده نستقبل المدخل. أعزائي المشاهدين فاصل إعلاني ونرجع نستكمل حلقتنا اعزائي المشاهدين رجعنا بعد الفاصل ونستكمل حلقتنا مع المهندس عيد عبد الهادي رئيس مجلس اداره شركه ادكو والخبير العقاري المتميز بس مهندس كنا عايزين نعرف حضرتك قلنا كنا بنتكلم عن في العمل مع حضرتك كنا عايزين نعرف ايه دوره وايه مهمته هو طبعا بيبقى متواجد مع العميل في اي قرعه بتنزل جديد في استلامات في اي حاجه بيبقى متواجد متواجدين في نفس المكان اللي بتتعمل فيه القرعه تمام ومتواجدين في نفس المكان اللي بيسلموا في الارض في الجهاز وفي عند بنك الاسكان والتعمير بيوزعوا الخرايط واللي عاوز يروح المكان بيروح يعني آه بي يعني اي حاجه العميل عاوزها بنعملها تمام بنوصل له كل حاجه قبل من يعني حتى برضه لما يكون في استلام اراضي بنوصل له الجداول والحاجات وعلى فكره انا جايب برضه بحب اجيب الحاجه موثقه اه معانا كان معانا برضه اه اه قصدي الصور اللي هي ال. اللي... بتاع وزاره الاسكان اللي هو التخفيضات اللي عملتها اللي هو اه تدفع آه. بدون فوائد يعني انا جايب مستندات وجايب تمام. الاعلانات اللي هي الوزاره اللي نفسها نزلتها اه تمام احنا معانا معانا مداخلة ومعانا الصور فريق ده بس بيجهزها وكده يعني طب الفريق اللي مع حضرتك ده شايف ان هو يعني مثلا انا عايز اتواصل معاه ايه مثلا بيعمل ايه مع العميل ايه دوره كده هو طبعا العميل بيتصل على رقم عليا تمام بيستفسر على حاجه وبعد كده مثلا بيطلب معاينه بخلي حد بيروح يوريه المكان بيطلب خرايط برضو بخلي حد لو هو جه ماشي او نبعتها على الواتس او لو حد راح يقابله بيديله الخرايط وبيديله كل حاجه عن الارض عن الارض مجانا تمام بيقوله طبعاً بيقول له طبعا الارض تبع الجهاز مش تبع الجهاز بيقولوا ورقها بيعرضوا عليه كل شغلنا تمام كل شغلنا على طول هو تبع الجهاز طب انا ما مش شغال غير في الاراضي اللي هي تبع الجهاز طب فقط لا غير تمام احنا معانا مداخله على الهواء نستقبلها الو الو يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام يا فندم مين حضرتك انا مدام صاحب سلامه مدام صحر اهلا وسهلا مدام صاحب شرفتينا يا فندم متابعه لجهاز اكتوبر اكتوبر تمام ايوه انا فندم من ضمن السكان هناك تمام المحصوره تمام وانا يعني ما فيش كهربا عندي ليه لان في مشكله هناك جامده جدا ما احنا يا فندم لسه عارضين برده مشكله المحصوره دلوقتي يعني لسه حضرتك المهندس عيد عارض مشكله المحصوره ومع حضرتك اهي اوضح لك كل حاجه آه اهلا بحضرتك يا فندم هو طبعا احنا لسه عارضين الفيديو اللي هو رحنا صورنا على ارض الواقع بالفعل في اماكن اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك اهلا بيك يا مدام فبالفعل في اماكن وص... يعني ناس شطبت واماكن ناس لسه ما شطبتش بس احنا وصلنا الصوره للمسؤولين لان بالفعل كل الناس بنت فكده الجهاز خلال شهرين هيكون في كهرباء بس اللي يقدم على الكهرباء يكون مشطب الوجايه يعني فقط باني فقط ومشطب أنا الوجايه يعني اسف حضرتك يعني اقطع كلام حضرتك اللي بيخش ما بيعرفش يخش جوه المنطقه نفسها ما وال... وبعدين غير كده ما فيش يعني لو جت عليا الساعه 5 هناك اخاف امشي في الطريق الدنيا ضلمه كحش فعلا فعلا هو معايا اولاد و... آه. تمام هو طبعا احنا وصلنا الصوره على الطبيعه بالفعل في يعني في زلط ورمل واسمنت وناس لسه بتبني أيوة صعب قوي هناك ما حدش يعرف يمشي يخش عمارته طبعا 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 الجهاز لما بيجي حد يقدم على الكهرباء بيروح يشوف يعمل معاينه على الطبيعه وبيشوف المكان وبيحاول ينضف الشوارع ويشغلها بس برضه في ناس لسه بتبني يعني أيوة الحاجات اللي محطوطه قدام العماير دي لسه الناس بتبني اه منظر منظر يعني ما من ينفعش أه, اه مش حضرتك عرضت المشكله تقريبا على رئيس أه الجهاز أيوة ووعد بحلها خلال شهرين قال وصل كهرباء هيتم التوصيل أيوة خلال طيب. شهرين ايوه تمام اللي يقدم آه. عايزين نبلغ ده للمتصل عشان برضه على خلفيه معانا يعني تمام هو خلال الشهرين اللي هيقدم على الكهرباء تخش له الكهرباء خلال الشهرين لان بالفعل المحاولات شغاله وموجوده بس لما أيوة. آه بيبقى لسه حد بيحفر الكابلات ممكن تتقطع فهم بيخافوا يوصلوا الكهرباء الا بعد ما مثلا يعني حوالي اثنين ثلاثه في الشارع يقدموا على الكهرباء فكده خلاص المشكله اتحلت اللي عاوز يقدم على الكهرباء خلال شهرين هتخش ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا يا فندم باشمهندس عيد احنا كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وحضرتك جبت لنا صور من التخفيضات اللي عملتها وزاره الاسكان للناس اللي هي متاخره عن بالنسبه والكورونا وكده هنعرضها دلوقتي على الشاشه كنا بنتكلم ايه اي اهم التخفيضات دي او التسهيلات دي؟ هو طبعا حضرتك تدفع اصل المبلغ بدون فوايد تمام لحد 15/3 تمام فده طبعا حاجه مفيده جدا وبرده في حاجه تانية بالنسبه آه طب الصور معانا اهي فريق البرنامج هيعرضها لنا اه معانا على الهواء حضرتك اه اشرح لنا بقى يا باشمهندس لا الهواء ناحيه هنا آه, اه اه تمام طبعا احنا عاوزين نقرب آه شويه على اساس ما تقومش آه, اه في يعني مكتوب لغايه 15/3 تدفع بدون فوائد لغايه 15/3 اه واضح الاعلان اهو تقريبا من اه من 14/12 -12 2020 حتى 15/3 2021 تمام تمام ده لما ده اللي هو الاعلان اللي نزل في الجرايد الوزاره تمام في بقى برده تاني انا جايب تقرير تاني اه في صوره تانيه معانا آه برده اللي هو من الوزاره نفسها من الوزارة اه ده, ده قرار الوزاره اه ده قرار الوزاره برده هتلاقيه القرار نفس الاعلان اللي معمول لغايه 15 3 بدون فوائد اه ده قرار الوزاره حضرتك جبت لنا نسخه اصليه اه بدون فوائد ده قرار الوزاره اه تمام تمام, طيب طب يا باشمهندس سعيد كنا عايزين نتكلم على موضوع التوكيل العقاري اه تمام التوكيل العقاري رويتك عنه ايه الجديد فيه في موضوع التوكيل العقاري ده كويس اللي حضرتك فتحت الموضوع ده <applause> الناس كتير على فكره بتشتكي من الموضوع ده طبعا عشان موضوع كورونا وكده انا سامع انه هيبقى الالكتروني بعد كده يتقدم الالكتروني على التوكيل العقاري اللي هو طبعا التوكيلات دلوقتي بقت اللي انت تقدم وتحجز وقت وتيجي بعد كده تروح في الميعاد اللي اتحدد بالظبط يعني جميل. بتنزل برنامج من على التليفون آه، عاوز اعمل توكيل او اعمل توكيلي تمام فبتنزله وبتحجز وبتكتب رقم البطاقه بتكتب كل حاجه بتروح في الميعاد اللي انت محدده م. بس ده 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 كويس في مشكله اكبر ما احنا لازم نعرف ايه المشكله فيه لا في المشكله مش يعني اللي احنا دلوقتي اي حد بيروح الجهاز يعمل توكيل العقار يعمل توكيل الجهاز م. يقول له هات لي ما يفيد الارض مش اسكان اجتماعي م. فطبعا احنا عندنا منشورات نازله اللي الاسكان الاجتماعي 209 متر و276 تمام فكان وكنت ف... في فتره انا موجود بالصدفه في بعمل توكيل واحد جاي بيعمل توكيل في دريم لاند فبيقول له هات لي شهاده من الجهاز اللي هي مش اسكان اجتماعي المواطن وقف بيشد في شعره ازاي مش ازاي دريم لاند انت موظف ازاي ال 209 متر وال 276 والاسكان الاجتماعي اللي مدعم من الدوله هو الاسكان اجتماعي انت ليه بتتعبني وتخليني اروح في ظل كورونا واروح في كل حته علشان اجيب لك شهاده من الشهر الشهاده عقارية اللي هي مش اسكان هو فندم مع مع التحول الالكتروني يعني مع التحول حضرتك الالكتروني للدوله اللي بتابعه طبعا دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وستة الرئيس عبد الفتاح السيسي هيبقى كل حاجه الكتروني عشان برضو موضوع كورونا ده زي ما عملوا برضو التعليم الالكتروني لا هو طبعا كل حاجه الكتروني ودي حاجه عشان يسهل على المواطنين انت عارف حضرتك موضوع كورونا والوضع فعلا اللي احنا فيه السيء يعني انت تلاقي دورك وحاجز ده كويس بس انا بتكلم على اساس المشكله الكبرى اللي عندنا في اكتوبر في موضوع التوكيلات انا معايا ارض آه، العاملين بالخارج مم. دي اساسا الارض دي بالدولار وبتتحجز من بره مصر تمام. تروح تعمل توكيل في الشهر العقاري يقول لك هات ما يفيد اللي هي مش اسكان اجتماعي هي مش 209 على 276 دي ارض بالدولار بالضبط. فالموظف اللي موجود هناك ليه يعني المفروض عنده تعليمات او او جاي له منشور مثلا يقول له مثلا الاراضي اللي تبع المنطقه دي مش اسكان اجتماعي المفروض وعنده خلفيه ع... عنده, عنده سيستم عنده داتا على السيستم ع... مش ان هو س... يسال المواطن يقول له هات لي ما يفيد تمام انت عندك داتا على السيستم هو عنده وعارف اللي تمام. هي اسكان اجتماعي 206 و276 209 و276 دي معروفه اسكان اجتماعي امال الأرض بالدولار ومحجوزه بالدولار وعرض في دريم لاند طب هل دي مشكله ايه يا فندم بقى؟ هل مشكله الموظف ولا مشكله المواطن ولا مشكله الجهاز المواطن هو اللي يتعب مم. هو المواطن دلوقتي انا رايح دلوقتي اعمل توكيل لقطعه ارض مميزه تمام. او اكثر تميز او في دريم لاند او ارض سكان مم. اللي هي العاملين بالخارج ما لهاش دخل خالص بمحدود الدخل مم. محدود الدخل اللي هو مدعم من الدوله مم. ده الارض بتاع الحي التاسع المتر من الجهاز ب 10000 فازاي تمام. انت تقول لي هات, هات شهاده من شهر العقاري اللي هي مش اسكان اجتماعي ده ممكن يعمل عزوف للمواطن عن شراء العقاري يعمل يعني تعب طبعا لا عزوف يعني يقول لك خلاص انا مش عايزها آه لا خلاص فيه مش عايزها في صفقات بيزنس بتبوظ بسبب اللي اساسا يروح الجهاز ويقدم طب ايه الحل يا باشمهندس؟ ما احنا بنتكلم ايه الحل هل ممكن مثلا الجهاز ينزل ورقه مثلا بالاراضي مثلا الاراضي مش اسكان اجتماعي وينزلها على السيستم بحيث ما انا اجي كمواطن اقدم على التوكيل ده الموظف مثلا يحط اسمه يقول لك لا دي خلاص دي مش اسكان اجتماعي وكده مش مفروض كده طبعا ماشي هو بعت لهم منشورات تمام. وموجوده ومعروفه هي هم اثنين بس 209 و276 فكل الدنيا عارفه يعني احنا احنا محتاجين تغيير ثقافه التعامل مع المواطنين اه يعني انا بصراحه مقابل الموظفين عملت ثقافه عملت تغيير عملت ثقافه التعامل عملت مع المواطنين عملت شكاوى كتير جدا تمام. وعندي رقم الشكاوى لمجلس الدوله ورد عليا جاري حل المشكله الكلام ده من سنه طب المشكله دي عند جهاز ايه حلها يا باشمهندس هو جا... هو جا... احنا عندنا جهاز جهاز المدينه هو جهاز مدينه 6 اكتوبر اه جهاز مدينه 6 اكتوبر هو اكتوبر و6 اكتوبر هما الاثنين اللي متحكمين فينا هنا في اكتوبر تمام فطبعا انا بناشد المسؤولين تمام. يا جماعه ما كده كده اساسا بيروح الجهاز ويقدم على شهاده وتيجي بعد يومين ثلاثه وفي الاخر خالص هي مش اسكان اجتماعي هي مش 209 ولا 276 انا بتمنى المشكله دي تتحل لان بصراحه بتبوظ يعني بتبوظ شغل كتير جدا وفي نفس الوقت بتتعب المواطن يعني عاوزين نعمل اقل الاجراءات تمام هو بس للاسف وقت حرقتنا قرب يخلص كنا عايزين نعرف كده يعني من حضرتك احنا طبعا حضرتك معانا الحلقه الجايه لحد الجايه ان شاء الله ايه اهم الحاجات المح... المفاجات بقى بتاع الحلقه القادمه ندي دعنا تنويه بسيط كده هو طبعا احنا عندنا الحلقه اللي جايه ان شاء الله الشهر اللي جاي في اراضي قرعه جديده هتنزل تمام فان شاء الله اول ما هيكون برنامجنا السابق طبعا يا باشمهندس طبعا هو انا اساسا اه يعني برنامجنا كله السابق لان البرنامج ده عقار من الطراز الاول استاذ عصام ايوه انا عايز هنا الانفرادات والسبق استاذ عصام 20 سنه خبره طيب حضرتك انا, ما أنا كدا عارف حضرتك شركه يمكن في مصر تقريبا يعني الحمد في مدينه لله. 6 اكتوبر شركه عقاريه ملك 20 سنه الحمد. فان شاء الله الحلقه الجايه عايزين حاجات مميزه تهم المواطن إيه طبعا عايزين حقوق حصريه الحلقه الجايه هتكلم على منطقه جديده جدا يعتبر احسن منطقه تمام. متميزه في 6 اكتوبر تبع اكتوبر الجديده تمام قدام المطار اب تاون منطقه الفيلات والعمارات تمام عمان احنا متشكرين جدا يا باشمهندس وبصراحه شرفتني ولقاء حضرتك وان شاء الله حضرتك تنورنا كمان الحلقه الجايه ونبلغ الساده المشاهدين باهم التطورات في المجال العقاري في 6 اكتوبر ان شاء الله اعزائي المشاهدين الى هنا انتهت حلقتنا والى اللقاء في الحلقات القادمه وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر